هو ما بيطبخ؟ ما بيطبخ؟ لا لا ما عنده مزاج. لا عندي شو ما ما عنده ما عنده. مرة واحدة فتت على المطبخ. شو بدك أنا اللي بعرفه المرة المفروض تكون ستر وغطى لزوجها. خانق من أول القعدة. إيه؟ يعني المفروض لو فعلا كانت هيك ما تحكي هيك. حالي ما أخذت القرار بسهولة. نعم. واللي أخذ القرار صديقتي العزيزة وفاء وأنا. وبشكره أنه سايرني بقراري. لولا وجود شام وخالد أكيد أنا اليوم ما كنت مثل ما أنا هلأ عم بحكي معك. أهلا وسهلا بالعرسان. شكرا يا حياتي. شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. أخذت وقتي بكل شيء. أخذت وقتي. هلأ موضوع إحساسي بالزمن طبعا اختلف من وقت اللي قررت أني أنفصل. لازم يأخذ وقت طويل. وقت اللي قررت أني أرتبط ما أخذ برأيكم وقت طويل، بس بالنسبة لي الأيام إحساسي بالزمن مختلف. يعني تزوجها وفاء مشان شو؟ نكون واقعيين، بحبها؟ حبها؟ مين حيحب واحدة عندها ولدين ومجوزة 15 سنة؟ يعني طمعا في المال والشهرة انت عايز تقول؟ أكيد ما عندي أي شيء أقوله إلا أنه أصار لانتهت كومبليتلي من حياتي وبتمنى لها التوفيق. الشيء الوحيد اللي أنا بذكرني بأصالة هي شام وخالد، وبتمنى له مستقبل كبير، وبتمنى منها أنه تدير بال عليهم أكثر من هيك. بيقول له هو قال أصالة انتهت كومبليتلي من حياتي. شو يعني كومبليتلي؟ يعني نهائيا صح؟ ايه. عرفت لوحدي. أنا بدي أقول له أنه هو ما ممكن ينتهى كومبليتلي من حياتي، لأنه هو أبو ولادي وشريك بحياتي لـ14 سنة. إن شاء الله مع الوقت يا أيمن باشا نكون أصحاب. المشكلة كانت موجودة والصحافة صعدتها والصحافة شوهتها وحكيت فيها. ضوت على شيء طرح فيها. ما بتصير ينحكى فيها لأنه مو إنسانية. إحنا منضلنا بنحكي أنه نحن قديش نحن شعب عاطفي وأنا بشوف أنه نحن أكثر ناس نتخلى عن حبايبنا بسهولة عجيبة ومننكرهم ومنقلب عليهم قلب العجيبة. وهي صارت أنا معي. في عندي كان كثير أصدقاء والصحافة بدون سبب قلبوا علي. والله أنا بعتبر يعني أصالة هدية من عند ربنا. يعني هذا حساب ما بيني وبين ربنا. لازم أصومها. لازم. مليون سبب كانوا سبب لطلاقك من أيمن الذهب. لا ممكن سبب تقولي لنا. قولي لنا يا خلق وضحي خلي واضح إيش هو كان السبب. شوفي الخيانة إلها عدة أشكال لكن إلها مسمى واحد هي هذا السبب كانت. يعني إلها كتير أشكال لما بتكتر وبتروح بكل اتجاهاتها بصير في مشكلة كبيرة عند أي ست صبورة. أنا من الناس اللي صبورة انتصرت على مرض، انتصرت على ظروف اجتماعية معينة. كنت تضرب أصالة؟ بتصور مرتين ثلاثة. لماذا؟ كانت تسبني فكنت إلا سكتي. في ولاد وأهلك موجودين وعيب وما بصير والتم فاتحة على الملأ. فمرة ضربتها كف لتسكت لخوفها، مرة دفشتها لحتى أطلع من الأوضة. صار خيانتي بدي يخونها بمطعم. كيف؟ كنت سهران ولا مثل كليب أسفة بدي أنطرها لتروح تجيب اللاندري أو تروح تعمل شوبينج بسوبر ماركت. بدي جيب أنا صاحبتي أو حبيبتي على البيت عبيتي بأوضة نومة بتختة. افرضي كنت بدي خونها، ما فيني اخذ بيت ولا اخذ غرفه باوتيل ولا اروح شي مطرح خونه ما لقيت غير بيتي خونه فيه. شو هالكليب؟ مع احترامي للمخرج يعني انا وفاء مالي كامل. الكمال لربنا سبحانه وتعالى. انا بعرف عندي سلبيات وبعرف عندي اخطاء وما بنكرها ابدا وعمري ما نكرتها. بس انا بقول لك وباكد لك انا 15 سنه ما حبيت على اصاله. 15 سنه ما صاحبت وحده كان عندي جير فريند يعني بهالمعنى. 15 سنة ما صرفت على وحدة بس ندمان. انتو بإسبانيا ما ولا شيء ما فكرت لا أبدا لا ولا استلطاف ولا لا لا أسفل. لا لحظة لحظة بعيونه بدي أقول فيه لا يا لا هو يعني لا أنا إيه هو لا لأنه كمان أنا بالحقيقة وسبق وقلت لك يعني قلت معك أنه نحن ببداية العلاقة أنا اللي بشرت ودقيت وقلت له جرب ما بتنهى. قلت له يعني أنا قصدي اللي
لفت نظره لإلي. بس إنما إيه بإسبانيا أنا كنت مرتبطة صحيح، إنما يعني قلت يعني ياريت هذا الشخص يعني ياريت أن أنا كبير خيالاتي. اللي شفتي وأنا بحكي لأنه كتير بدي يكون كتير جعبالي يكون صادقة كتير، بعرف أنه ممكن إنلام، بس هاد شيء كان خاص فيه هيك فقط بخيالي، خاص بخيالي. أصلا أنت صرت تقول أنه يا ريت هيدا بيكون زوجي ولا إيه؟ حبيبي؟ يعني حبيبي وبعدين نتجوز. واللي صدمني أنه كانت عم تخطط لهالزواج وهي عزمتي بعد، وأنا كنت عم دور عليها عم رجع في شود على الحكي وكل الناس بتعرف انكتبت بالصحافة أساسا. أصولة حبيبتي. طب لو تبي تعملي بوست لها إيه؟ أي أغنية ممكن تختارينها؟ على جنونة غني لها يا مجنون مش أنا ليلى. عجيب. إيه بحب لها الغنية، هي صورتها بحالة جنون، هيئتها كانت مغروم جديد بطاري. يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هوك ليلى.